أهلا بكم سادتي، حلقة جديدة من مع الأحداث على قناة البلد الفضائية. نتابع سويا الأحداث خطوة بخطوة، وأهلا بكم في أولى القضايا في مع الأحداث. احتشد منتمو التيار الإسلامي ومبادرة نداء أهل السودان أمس أمام مباني الأمم المتحدة بالخرطوم، رافضين للتدخلات الأجنبية في السودان وطرد المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ورفضا للتسوية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقد خاطب المسيرة عدد من قيادات التيار، فيما هدد القيادي بالتيار الإسلامي العريض دكتور محمد علي الجزولي بمحاصرة القيادة العامة حال مضت التسوية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. واحتشد الآلاف من فئات المجتمع السوداني، حيث طالب المتحدثون بضرورة طرد العملاء من البلاد، مطالبين بضرورة استمرار مواكب الكرامة حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية. للحديث أكثر عن هذه القضية ومنحنياتها، نسعد أن يكون في ضيافتنا دكتور فتح الرحمن فضيل، رئيس تحالف قوى الإعلان الوطني وعضو مبادرة نداء أهل السودان من الخرطوم. أهلا بك دكتور فتح الرحمن. عليكم السلام، شكرا جزيلا، شكرا عبرك لقناة البلد ولكل السادة المشاهدين في كل مكان. أهلا بك دكتور. وفي البداية دعنا نتحدث عن ما حدث أمس وعن الموكب وموكب الكرامة. ماذا يعني هذا الموكب ولماذا أسميتموه الكرامة؟ طيب شكرا جزيلا. الموكب هو يعني الهدف منه الأساسي رسالة للمكون العسكري بالداخل وتحذير حقيقة من قيام أي اتفاق ثنائي مع مجموعة محددة، والمجرب لا يجرب في حال يعني عقد أي اتفاق مرة أخرى مع الحرية والتغيير كما تم في 2019، وأن التذكير بأن الوضع في 2022 ليس الوضع في 2019، وأيضا رسالة للخارج بأن السودان أيضا كما في العنوان التحالف أو المبادرة التي جمعت كل هذه التحالفات أهل السودان، أن السودان أهل، يعني هذه البلاد لها أهل يدافعون عنها ويظلوا صامدين يعني دون تراجع، ولن يسمحوا بمجموعة وظيفية من الخارج يتم تعيينها عبر مؤسسات دولية لتولي أمر البلاد مرة أخرى. طيب، يعني الموقف في تاريخه المحدد يمكن زامن انطلاقة مواكب أخرى، والبعض يعتقد أن هذه هي المواكب طلعت في توقيت محدد والغرض محدد، كيف تفسرون ذلك؟ ما في اي حتى نحن واحده من الحاجات الاساسيه في يعني مبادره نداء اهل السودان، المجموعات السياسيه الاخرى ما معنيين بها كثير، يعني الموكب ما يعني رسائله اغلبها للمكون العسكري باعتبار انه هو الذي استلم السلطه وهو الذي تحفظ على يعني النظام البشير وهو الذي استلم السلطه في 11 ابريل. للأسف الآن نحن في العام الرابع ويسمى لسه عام انتقالي. نعم. وتريد مجموعة الحرية والتغيير كما ذكر قبل كده نائب رئيس مجلس السيادة هنا بالطالب بعشر 15 سنة فترة انتقالية. دي ما فترة انتقالية أصلاً، ما فترة انتقالية بالطريقة دي أصلاً يعني. طيب. وهذا الكلام يعني إذا كان صحيحاً سيقود هذه البلاد إلى مواجهات يمكن أن تكون عنيفة ويمكن أن تؤدي إلى اقتتال غبلي. طيب. بسبب القبن. دكتور فتح الرحمن، دعنا نقرأ الواقع السياسي والراهن السياسي كما ترونه أنتم الآن. طيب، أنا في تقديري أنه واحدة من الإشكالات، واحدة من الأزمات الحقيقية التي حلت بهذه البلاد أنه بعد تغيير نظام البشير كان المؤمل أنه يذهب الجميع إلى يعني اتفاق سياسي شامل. طيب. باعتبار انه اغلب القوى السياسيه كانت تشكو يعني، ونحن ذاتنا كقوى سياسيه كنا نشكو في الفتره الاخيره من نظام الانغاز انه ما كان في اتفاق سياسي شامل، كان هنالك اتفاقات ثنائيه سواء كانت مع الاحزاب او سواء كانت مع الحركات
رغم أنه تم النظام في فترة الأخيرة توج هذه الاتفاقات بالحوار الوطني، وكان هو أقرب للاتفاق الشامل مع بعض الإشكالات التي لازمت الاتفاق. بعد سقوط النظام كان مؤمل أن تجتمع كل هذه القوى في صعيد واحد، قوى سياسية وحتى حركات الكفاح المسلح، ولكن تفاجأ الجميع بأن حتى حركات الكفاح المسلح التي كانت منضوية مع أحزاب الحرية والتغيير في تحالف واحد هو تحالف نداء السودان وقتها، تفاجأ الجميع بأن قوى الحرية والتغيير يعني تسلمت المشهد وأبعدت حتى حركات الكفاح المسلح التي كانت جزءا من نداء السودان. واستمر هذا الإخصاء لمدة عام كامل حتى تدخل المكون العسكري وأتى باتفاقية جبل معيوبة التي فيها إشكالات كثيرة جدا جدا، ولكن السبب في المقام الأول تتحمله مجموعة الحرية والتغيير ومجموعة ومن بعدها المجموعة المكون العسكري. المشهد تعقد، كان يمكن أن يمضي باتفاق سياسي شامل لمدة عام واحد يبعد منه فقط المؤتمر الوطني ثم يمضي الجميع إلى انتخابات، ولكن للأسف هذه القوة التي كانت يعني تسيطر على المشهد وكانت يعني تسلمت الدولة في 2019 في أغسطس هي مجموعة تعلم إن إذا ذهبت للانتخابات ما عندها أي حظوظ، يعني كل الأحزاب في الحرية والتغيير يمكن ما تقدر يعني تصل ل 10 أو 15% من أصوات ناخبي السودان، وده يزول عارف يعني. فبالتالي أصبحت مجموعة يعني تحصلت على سلطة من غير استحقاق وما عندها الرغبة في إنها تتنازل عشان الشعب السوداني وتقدم فترة انتقالية هادئة تمشي إلى انتخابات تأتي بغيرها، لا هي تريد فترة انتقالية 15 عام تحرم فيها الجميع وتفتح فيها خزائن الدولة لصالحها وتمكن نفسها، وظن منها إنه ده حيديها فرصة بعد 15 عام أو 20 عام إنها تفوز في انتخابات، رغم يعني إنه الواقع يقول إنه حتى إذا حصل ذلك هي أيضا ما عندها حظوظ بالانتخابات. طيب. بناء على قراءتكم هذه، إذا أنتم رافضين للراهن ما يحدث الآن في الساحة السياسية وخرجتم من أجل كرامة السودان، إذا قياسا على ما حدث بالأمس كيف ترون المشهد وكيف ترون ما حققتم من خلال مواكب الأمس؟ هل حققت الغاية المرجوة؟ طيب، هي زي ما ذكرت لك موكب الأمس هو موكب باعتباره يعني رسالة أولية حال قيام هذا الاتفاق الثنائي، واللي تفاعل السودانيين معه بشكل جيد؟ نعم، تفاعل معه السودانيين بشكل جيد؟ طبعا كل الناس شافت الحشود، ولا ما حتكلم الآن عن شكل الـ 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 الموكب لأن الناس كلها شافت الموكب، موكب كبير والتفاعل فيه كان عالي، لكن الرسائل الحقيقية اللي تمت في هذا الموكب هو رفض الاتفاق الثنائي، اللي هو بيعرفه كل السودانيين وكل المتابعين للراهن السياسي انه هذا الاتفاق ما عنده علاقه بالسودان اصلا، يعني لا كتبوا ناس برهان ولا كتبوا حميتي ولا كتبت الحريه والتغيير نفسها، هذا الاتفاق تم كتابته خارج السودان وهو يعني اتفاق مرعي بالاليه الثلاثيه والاليه الرباعيه وتحديدا بامريكا وبريطانيا بعدها، لكن في ذات التوقيت لفرضه على الواقع السياسي السوداني. يا سيد الفاضل، في ذات التوقيت صرح بروف غندور بأنه هنالك دعوات مختلفة للخروج في نفس التوقيت للشوارع لأغراض مختلفة أو لنفس الأغراض، هل هذه هي نفس القضية أم ترون أن هناك إشكالات أو شوائك أو هنالك أيضا أجندة مررت من خلال هذه المواكب؟ شوف، دائما الناس يعني كل الناس عارفة أنه نداء أهل السودان ده هو تجمع سياسي كبير. طيب كويس، في بعض الناس يحاولوا أنه يعني يجيروا هذا الموكب وهذه وهذا التحالف الكبير، هذا النداء الذي أطلقه الشيخ الطيب الجد لصالح المؤتمر الوطني، وكأنه هو أطلقه غندور. هذا النداء أطلقه الشيخ الطيب الجد، وفيه مجموعة من الحركات الموقعة، وفيه مجموعة من الأحزاب الأخرى، فيه كتل شبابية كويس، وفيه مجموعات إسلامية غير المؤتمر الوطني. هذا تجمع كبير جدا جدا، وحال إنه يعني حاول المكون العسكري إعادة التجربة بتاعة 2019 وتسليم البلاد لمجموعة صغيرة، هذه المرة القوى السياسية لن تصمت القوى السياسية، وما حيكون الموكب بهذه الطريقة فقط، حيكون عشرات المواكب بهذا الحجم، وحتكون مواجهة ما بين الـ السودانيين ضد هذا المشروع الأجنبي المفروض على السودان. وما يؤكد حديثي صراع آخر، إذا ما يؤكد حديثي بأنه هذا الاتفاق اتفاق خارجي، ذهب الليلة نحن كنا قبل 3 أيام في كسلة وبدعوة من الناظر تريك لحضور يعني فعالية كبيرة في أروما
من بعدها قابلنا الناظر دقلو لعدد من المكونات الأساسية في الشركة. كويس. ذهب اليوم السفير الأمريكي أيضا لمقابلة الناظر دقلو والناظر تريك، وعلمنا الآن من 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 المكونات في شرق السودان والذين قابلوهم اليوم إنه السفير كان يطلب ضمانات لأنه حال غياب هذا الاتفاق إنه ما يتم غفل الشريك، ودار ضمانات بهذا الاتجاه. طيب. فبالتالي هو يعلم أن هذا الاتفاق مرفوض أصلاً، ولا يمشي يبشر به السفير الأمريكي، ليه ما يمشي يبشر به حميتي أو برهان؟ أول حرية والتغيير القيادة تمشي تجلس مع تيريك وتجلس مع دوغلون، هذا يؤكد أن هذا الاتفاق أجنبي أصلاً، ما عنده طيب. علاقة بالسودان. طيب طيب، في حال إنه يعني مضت الأمور كما هو متفق عليها، أعتقد أن هنالك تصريحات من قبلكم بمحاوطة المناطق المحددة، هل هذه هي الحلول السلمية التي تنوون ما تحقق اسمها حلول سلمية؟ ما خلاص أنت، أنا الآن إذا تم هذا الاتفاق نحن حنقاوم الاتفاق ده طوالي، المقاومة دي عندها طروقة بعد ذاك، خلاص يبقى ما في حاجة اسمها سلمية. سلمية قصاد شنو؟ سلمية كان أنت بتطلع ضد نظام سوداني أنت مختلف معه، أنا الآن بتكلم عن مشروع أجنبي، أنا طالع ضد المشروع الأجنبي المفروض على السودان، ومش ضد الدماء التي تمثل هذا المشروع داخل طيب. السودان. نعم. طيب، ما يخص مبادرة نداء أهل السودان، يعني كيف ترد على ظهور أسماء محسوبة على النظام المباد في واجهة مبادرة الطيبة جد؟ طيب، نحن في مبادرة الشيخ الطيبة جد وفي اللجنة العليا، أنا عضو اللجنة العليا لمبادرة الشيخ الطيبة جد وفي اللجنة التنفيذية العليا، ما في أي يعني رمز من رموز المؤتمر الوطني أو كذا. إذا كان هنالك من الجماهير والذين خرجوا في هذه المواكب أو غيرها منتسبين للمؤتمر الوطني، ما في شخص بيحجر على ذول. إذا درج أي شخص ما دام هو موجود حر طليق والنظام ما أدخله السجن، فبالتالي هو ما عليه جناية، يجي يقف مع الجماهير السودانية وعنده حق التعبير، لكن هو المحظور هو الحزب. أفراد المؤتمر الوطني في السودان المنتشرين في أي مكان، إذا عندنا أي فعالية وكان هم ما حيخطبوا ولا حيكونوا في قيادتها أصلا، لأنه نحن حزب محظور أصلا، ما حندخله معنا في، ما حنخليه يوقع حتى في الـ في الـ في الميثاق بتاع نداء أهل السودان. لكن ما في دول بيحجر على المواطنين السودانيين واقفين وداعمين لأي منشط يجي يقول لي أنت تعال، أنت بطاقتك كنت تابع لشنو أصلا؟ دي ما مسؤوليتنا، دي مسؤولية الغطاء. يعني هنالك فعلا اسماء ظهرت، ما حقول لك فعلا، ده السؤال ده تجاوب عليه انت والزول اللي قال الكلام ده. انا بقول حال انه في شخص من المؤتمر الوطني جا وقف في موكب او في اي فعاليه حقتي، انا ما حاجة افتش الناس اقول لي انت كنت تابع لهذا الحزب. في حال علمك بانه هو ينتمي، حتى لو علمت انه كان تابع وجا وقف في فعاليه حقتي، ما حقول له اطلع ارجع انت لانه كنت تابع المؤتمر الوطني. اذا انت من تخاطب؟ من تخاطب انت في كيف من اخاطب؟ من تخاطب انت في هذه المبادره؟ تخاطب كل كيان كل السودانيين السوداني كل السودانيين دون اي انتماء، كل السودانيين دون اي فرز لانه انتماء يميني ولا يساري ولا غيره. انا بتكلم عن انه طيب في مشروع اجنبي من المؤتمر الوطني، اذا في عضو في المؤتمر الوطني كفرد، وانا كنداء اهل السودان اذا خرجت لمقاومه هذا المشروع، وفي اي شخص داعم لهذا الاتجاه ضد هذا المشروع، من حقه يطلع ويدعم هذه المقاومه الى ان يضغط المشروع الاجنبي. طيب، يعني انا اتحدث عن جزئيه محدده، جزئيه لا. انت تخاطب من؟ يعني الفرد الذي ينتمي للمؤتمر الوطني جاء ليكون جزء من هذه المبادره كفرد، تقبلون به؟ كفرد يجي يكون ضمن المبادره، يكون ضمن المبادره طوالي، لكن ما حيكون جزء من المجموعه التاسيسيه، لانه اصلا المبادره مؤسسه من احزاب ومن من من, من تحالفات سياسيه، وما يقدر يوقع على هذه الميثاق لانه اصل حزب محلول. لكن كفرد انا بتكلم عن في الفعاليات، ما بتكلم عن الاجتماعات ولا بتكلم عن قياده النداء. في الفعاليات زي الموكب حق امس مثلا، اذا هذا الموكب فيه 100,000، اذا في 1000 مؤتمر وطني ما حيقولون اطلع من الموكب. اذا هذه الشعارات تعبر عنه وجا طلع في هذا الموكب، من حقه انه يكون جزء من هذا الموكب. يعني طيب، انتم تعلمون ايضا الاحاديث والاقاويل التي تتحدث عنها، معلش انا حقاطعك. نعم. لانه حتى نحن لما كنا في 6 ابريل في اعتصام القيادة العامة في يوم دخول الناس، في ناس كانوا في المؤتمر الوطني كانوا ضد الحكومة حقتهم وطلعوا، ما رجعناهم من الموكب، قلنا لنا انت ما تكون جزء من الثورة لانك انت مؤتمر وطني، او انت ما تكون شهيد لانك احمد الخير انت شعبي. الشعب السوداني، عفوا، كل السودانيين اي مواطن حقه، لكن هذه لم تجمع كل كيانات الشعب كيف؟ السوداني. كل ليه ما تجمع كل كيانات الشعب السوداني؟ هذه لم تجمع بعد، يعني في حال ان جمعت كل كيانات الشعب السوداني، هذه المبادرة تجمع كل كيانات الشعب السوداني. عفوا سيدي، عفوا،
تتحدث عن اعتصام القيادة هو جمع كل كيانات الشعب السوداني. هذا الموكب أيضا يجمع كل فعاليات الشعب السوداني في المستقبل قد لا يجمع الآن كل كيانات. موكب الأمس فيه كل أفراد وكل كيانات الشعب السوداني، والذين تحدثوا من المنصة فيهم حزب الأمة وفيهم السلفي وفيهم الصوفي وفيهم الأحزاب الغير عقائدية. يعني أيضا في صورة موجود نعم. يعني ما يمثل وما دون يمثل، ولكن أنت تتحدث عن أنه هنالك تصريح منك مطلق أن هذه المواكب جمعت كل كيانات الشعب السوداني. كل كيانات الشعب السوداني على أي مقياس تستند؟ يعني حتى لو جيت رجعت للقيادة العامة حسألك نفس السؤال ده. إذا كان هذا الموكب كان موجود بالأمس من ناحية عدد ما اقل من المجموعه اللي اعتصمت في القياده العامه، اذا تكلمت عن نعم بالذين كانوا موجودون في القياده العامه، لو تكلمت عن كيانات الا اذا انت بتبحث عن الحزب الشيوعي فقط. اذا هو السودان بس الحزب الشيوعي ما كان معنا. عن كيان محدد، ولكن الكيانات معليش الكيانات اللي رافضه لخروج المشروع الاجنبي من السودان هي كيانات محدوده، هي مجموعه الاحزاب الاربعه المشكله للمجموعه ما يسمى باربعه طويله، دي المجموعه الوحيده اللي هي بتفتكر انه هذا المشروع الاجنبي هو الـ 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 اخر حبل النجاه بالنسبه لها لتنفيذ برنامجها في السودان، لانه هو ما برنامجها اصلا، هو طيب. برنامج المجموعه الخارجيه من دعنا نتحدث عن هذه الجزئيه باستفاضه اوسع. يعني اذا كنتم ترفضون التدخل الاجنبي، اذا كنا نتفق او نختلف معكم، نتحدث عن اطروحه موازيه، اطروحه تقدم من اجل الحلول، انتم تعلمون تماما حجم الضائقه السياسية والاختناق السياسي وكمية الإشكالات التي تمر بها الحالة السياسية في حال عدم التوافق أو شرط عدم التوافق الذي تمر به كل كيانات الشعب السوداني أو كل المكونات السياسية. إذن أنتم لماذا لم تقدمون أطروحة سياسية واضحة تخرج هذه الدائرة أو تخرج الساسة والسياسيين من هذا النفق المظلم؟ يا أستاذة ما في من سقوط النظام 2019 حتى الآن ما في أطروحة تقدمت وتسع كل الناس وقدمت فيها دعوة لكل الأحزاب يمينها ويسارها وغيرها أكثر من الأطروحة اللي قدمها الشيخ الطيبجيت في مبادرة نداء أهل السودان. الرافض دائما الرافض التوافق هي المجموعة اللي عندها أجندة خارجية فارضة عليها رفض تيار محدد ومجموعات محددة في السودان. مبادرة أهل السودان قدمت لكل مجموعات السودان، كان مفترض يجتمع كل السودانيين عليها. خلينا من المبادرة الحالية، حتى في 2019 لما توقعت الوثيقة الدستورية كان الصحيح انه هذه الوثيقة ما تتوقع مع مجموعة محددة. تتوقع مع ميثاق سياسي في الأول. أنت قبل ما تمشي لميثاق دستوري اللي هو قانوني مفروض يكون في إطار سياسي. الإطار السياسي مفروض كان كل الأحزاب السياسية وكل الكيانات الشبابية وكل الحركات بتاعت الكفاح المسلح تتفق على ميثاق في الأول. بعد كده هي تحدد مجموعة تمشي توقع مع المجموعة العسكرية في وثيقة دستورية. ده ما حصل. مشت مجموعه محدده بليل، بقول بليل، ووقعت زي ما قال واحد من قيادات المكون العسكري انه جبر كلي وقع. التوقيع ذاته كان توقيع قائم على مجموعه مشت خضعت للمكون العسكري. عشان كده الاتفاق حقها كوثيقه دستوريه ما استمرت وما كتب لها الاستمرار، وقدمت للسودان أسوأ تجربه سياسيه شائعه في تاريخ السودان الحديث، لانه المجموعه اللي كانت حاكمه ما عندها سند جماهيري، بدليل انه لما انقلبت على المجموعه العسكريه زي ما هم بيقولوا يوم 25 اكتوبر ما شفنا اي خروج للشارع يوم 26 او 27 اكتوبر، ولا حتى يوم 30 ولا يوم 40 ولا لحد الان ما تم خروج يساوي الحدث بتاع انقلاب كامل على سلطه. مجموعه عندك سلطه، مجموعه مدنيه، مكون عسكري انقلب عليك، مفروض ثاني يوم الطرقات ما تشيل الناس اصلا زي ما كان بيتم قبل توقيع الوثيقه الدستوريه. لكن لانك انت بعد توقيع الوثيقه الدستوريه انت تاكلت وفقدت رصيدك في الشارع. والا كان المجموعه طلعت في 30/6/2019 وضغطت المكون العسكري لتوقيع الاتفاق، مفروض الخروج حقها بعد 25 اكتوبر يكون اكبر. يعني انت تتحدث عن انه الشارع ايضا تاثر؟ تاكل شارع الحريه التغيير، مش تاكل، ان عدم. بدليل ان المكون العسكري زي ما هي بتقول عامل على انقلاب الان مرض عليه سنه وخمسه يوم. حتى الان ما قادرين تطلع جمهور يرد الاعتبار للمكون المدني في الوثيقه الدستوريه. كيف انت مكون زي ده ما يستحق انك ترجعه ثاني باتفاق سواء كان دولي او غيره، لانه حيسقط ثاني وثالث، لانه مكون ما عنده سند وما عنده جماهير في الشارع. اذا انت تتحدث عن فشل الاساس والسياسه تماما، انه هي تصيغ شكل من الاتفاق حتى يعيد وزنه السياسي في الشارع السوداني تماما. ونسال نفسنا سؤال،
انت ليه عملتوا انقلاب او مفاصله في 25 اكتوبر بعد عام تلاعبتوا بالشعب السوداني وخليتوه بدون حكومه لمده سنه، والان دايين ترجعوا؟ والسؤال ده للمكون العسكري وللحريه والتغيير. انتوا سنه كامله اي واحد رجع فيكم في هذا الطلاق البائن لمده سنه، راجعين الان ليه؟ الحصل شنو والجديد شنو؟ والكان حاصل شنو عشان انفصلتوا اصلا؟ حقه تطلعوا للشعب السوداني خليتوه من غير حكومه لمده عام كامل ده، وتقول ليه انتوا اصلا اختلفتوا؟ وليه تشاكستوا؟ كاننا في دوله يعني أتعتقد أن هذا هو فوضى. خطاب المرحلة، أتعتقد أنه الشارع السوداني الآن يحتاج إلى هذه الأجوبة أم يحتاج إلى أطروحات جديدة؟ لا يحتاج إلى هذه الأجوبة. الأجوبة هذه الأجوبة هي التي ستأتي بأطروحات حقيقية وناضجة. إذا تجاوزنا هذه الأزلة وقفزنا عليها حنأتي باتفاق نيل المرة الثانية. طيب بعد مبادرة نداء أهل السودان وبعد ما ذكر فيها وبعد توقف مبادرة أهل السودان عند حدود توصيات المائدة المستديرة دون اكتمال العمليات السياسية، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن توصيات مبادرة أهل السودان وجدت قبول كبير جدا من قطاعات الشعب السوداني، ووجدت أيضا في البداية حماس عالي من المكون العسكري، ولكن الذي يعني حدث أن هذه المبادرة تمت فرملتها من الخارج وليس من الداخل. الآن مستوى الوصاية على الشعب السوداني وعلى الدولة السودانية أعلى من أي وقت مضى، وهذه هي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية ليست في المكون العسكري أو الحرية والتغيير أو غيره، المشكلة الحقيقية أن السودان الآن يقع تحت أعلى درجة من درجات الوصاية الدولية من الإقليم ومن العالم. طيب إذا ما هي روشتة الخروج؟ روشتة الخروج أنه في واحد من خيارين، إما إنه المكون العسكري يفرض على الجميع انتخابات بعد 6 شهور أو 9 شهور كأعلى فترة زمنية. طيب في هذه الفترة نتوقف عند هذه الفترة عفوا، نعم. في حال فرض اعتماد قيام انتخابات في السودان، هل الظروف ملائمة وموائمة في كل الصراعات والنزاعات التي تحدث في مناطق السودان المختلفة؟ يا ستي قامت انتخابات في الصومال أكثر من مرة، والآن الرئيس الثاني سلم الرئيس يعني الأول سلم الرئيس الثاني. نتحدث عن السودان. لا أنا بتكلم، أنا بغاري لك عشان تعرف إنه الوضع في السودان حتى الآن رغم السوء التم في الثلاث أربع سنين دي، حتى الآن هو أفضل بكثير حتى من الصومال. الآن ممكن أن تقوم انتخابات والظرف مؤاتي جدا. أي شخص أنت لو سايق سيارة وماشي في طريق هاي واي، إذا ولعت اللمبة وقلت ما عندي زمن أخشى الطرمبة، أنت حتقيف بعد شوية وحتقيف في مكان وما حتلقى طرمبة أصلا. الديمقراطية لو هم فعلا بيتكلموا عن الديمقراطية حقيقية، الديمقراطية ما بتتأجل لأي سبب من الأسباب. ممارسة الديمقراطية يجب أن تتم في أي وقت، إذا ما مارستها حتمارسها في وقت أسوأ. في حال كانت تمت ممارسة بداية، ولكن أنت تتحدث الآن بعد فترة انتقالية مدتها كم وتم تمديدها كذا مرة، فنتحدث عن تطبيق الديمقراطية كيف؟ وتم تمديدها ليه؟ ده السؤال. تم تمديدها هروبا من الانتخابات نفسها، وإذا عادت هذه المجموعة الصغيرة ما حتقوم انتخابات في البلد ده خالص إلا إذا تحصل حرب أو انقلاب. طيب إذا لا نعتمد هذا الحل، ما هو الحل الثاني؟ لا نعتمده في حال إنه فرض على الجميع. أنت أنا 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 المقدمة للمقترح. مقترح قيام انتخابات خلال 9 شهور ممكن جدا، بإنه تقوم حكومة تصريف أعمال لمدة 6 شهور أو 9 شهور. في هذه 9 شهور يدعمل المفوضيات الانتخابات ويدعمل الإجراءات اللازمة للعملية الديمقراطية فقط في خلال هذه 9 شهور، وحكومة تصريف الأعمال تكون من التكنوقراط الموجودين داخل الوزارات. كويس، في ده الخيار الأول. الخيار الثاني إنه يحصل وفاق سياسي بين كل المجموعات السياسية ما عدا المؤتمر الوطني فقط. طيب ما هو الحل تجاه الأحزاب السياسية التي ترفض وجود انتخابات في ظل وجود المكون العسكري، والذين يعتبرون أن هي قد تكون انتخابات غير نزيهة؟ انت حتقوم انتخابات كيف وما في مكون عسكري؟ في العالم كله في مكون عسكري اصلا، وفي وزاره الدفاع وفي انتخابات قاعد تقوم. او هم يتحدثون عن السيطره والقبضه الحديديه. لا انت حتتكلم عن القبضه، طيب انت حتعمل انتخابات 200، انت بالتالي تتكلم عن حاجه غير ديمقراطيه. حاجه ثانيه، انت بياتو حق حتستلم البلاد وتديرها الى ان يصبح ما في مكون عسكري، حتدير البلاد دي بياتو حق. الخيار الثاني الوحيد اللي بيديك الحق ده انك تتوافق مع الاخرين. إذا توافقت القوى السياسية مجتمعة على تأجيل الانتخابات، حينها بيصبح عندها تفويض لأنها في حالة توافق. دي الحالة الوحيدة. عشان كده الخيار الثاني
عدم غيوم انتخابات، غيام انتخابات. أنا أعتقد بكل هذه الإشكالات وكل هذه العقبات التي تمر بها الساحة السياسية الآن، أن يتم التوافق على قيام انتخابات. نحن قدامنا الخيارين دين، إذا عملنا غيرهم حنمشي الموافق. هل الواضح من الساحة السياسية الآن هنالك خيار لانتخابات؟ ممكن يقوم خيار، إذا ما قام خيار الانتخابات يقوم خيار التوافق. أي خيار غير كده هو خيار المواجهة. يعني إذا هو تم اختيار الخيار الثاني هو خيار التوافق، ألا تعتقد أنه هو لب الإشكال في السودان التوافق؟ يعني تصريح السيد قائد القوات المسلحة، السيد قائد العام، في أنه إذا تم التوافق من قبل الأحزاب والمكونات المختلفة سيكون هنالك تسليم لحكومة مدنية شاملة أو كاملة. يعني الإشكال هو التوافق. كيف ما نسأل نفسنا الطرف الرافض التوافق في السودان أي طرف؟ الأحزاب السياسية. هي الأحزاب الصغيرة، مش الأحزاب السياسية، الأحزاب الصغيرة المستفيدة من حالة الاتفاق الثنائي السابق. المجموعة بتاعت الأحزاب، مجموعة أحزاب الحرية والتغيير الأربعة اللي كانت مستفيدة من النظام في الفترة بتاعت الثلاث سنين السابقة، هي كل مجهودها مع كل سفارات العالم، زي ما قال حنمشي سفارة سفارة، كل اجتهاد مع سفارات العالم انها مستعده ان تنفذ اي اجنده خارجيه، فقط ان ترجع ساعه الزمن الى ما قبل 25 اكتوبر. نعم. وهذا ليس هو الحل. الحل ليس في العوده الى ما 25 اكتوبر، الحل في العوده الى منصه التاسيس الحقيقيه، وتجتمع كل القوى السياسيه على برنامج سياسي محدد وتذهب الى انتخابات. في الحاله دي ممكن تكون بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه، حسب ما يتم التوافق عليه. لكن يجب ان يتم توافق سياسي. هذه الاحزاب رافضه للتوافق السياسي لان هي مستقويه بالخارج، هذه المشكله الاساسيه. هذه الحاله ليست فقط في السودان، سبقتنا دول كثيره جدا جدا مرت بهذه الاشكاليه. عندما تصبح الدوله هي ورقه واحده من اجنده من اجندات الخارج، حينها تتحول الدوله الى دوله فاشله، لانه تصبح حتى يعني نقاط القوى ونقاط التفاوض ليست فقط تخص الداخل، تصبح جزء من أجندة دولية عابرة لها علاقة بحروب دولية، ولها علاقة بأوبيك، ولها علاقة بنفط، ولها علاقة تتحول أنت إلى ورقة من ورقات التفاوض بين الدول. وده الآن الماشي السودان للأسف يعني يذهب إلى هذا الخيار. طيب، السودان بكل إشكالاته وتنازعاته وبكل المكونات التي ترفض وتتفق، أنتم الآن تتجهون في خيار مختلف يعكس تماما انتماءاتكم وخلفياتكم. أنتم الآن ترفضون تحديدا التسوية السياسية، لماذا؟ لماذا؟ لأن التسوية السياسية كل الناس اللي شفتهم الآن في الموكب متحدثين لجماهير، كل الناس دي خارج التسوية دي. واحد. اثنين، هذه التسوية جاية من الخارج، يعني ما قعدنا نحن تفاوضنا واتفقنا على برنامج دستوري محدد للانتقال، تمام؟ يعني حتى بعض الذين حضروا من احزابهم نفسها لمجموعه المحامين هم تكلموا عن انه هذا البرنامج جانا جاهز ونحن بس وقعنا عليه. دي واحد. اثنين، انه حتى اللجنه التسييريه للمحامين هي لجنه غير شرعيه اصلا وغير منتخبه. كيف انت مجموعه هي نفسها ما عندها شرعيه، يعني مجموعه هي منتقصه المشروعيه نفسها، كيف حتقدم برنامج؟ بعدين كيف تقدم برنامج دستوري؟ طيب، اصلا مباشره يعني البرنامج الدستوري الجزئيه الاولى سيدي الفاضل، يعني نعم. انتم ترفضون التدخلات، ولكن عشنا حقبه زمنيه كبيره جدا منغلقين على انفسنا وحاله من الاقصاء الكبير جدا، الا تعتقد انه من الطبيعي جدا ان ننفتح على العالم؟ شوف، انا في الحته دي بالذات عندي كلام حقوله. افتكر انه الانفتاح على العالم لا يعني انك يعني تذوب، ولا يعني انك يتم بهذه الطريقه الاستعلائيه وهذه الطريقه الاستعماريه. اذا كان الانخراط مع العالم هو بهذه الطريقه، طيب لماذا ما تجدادنا يعني في 56 وما قبل 56 لخروج المستعمر من السودان؟ ما كان نخلي المستعمر وكنا منفتحين على العالم، وكنا باعتبارنا مستعمره بريطانيه اصلا، كاننا ولايه بريطانيه. في فرق ما بين التواصل مع العالم وفرق ما بين الاستعمار وفقدان السيادة بالكامل. يعني أنتم تطلقون مسميات كبيرة جدا، يعني بعيدة جدا عن واقع آخرين. هم يعتقدون أن هذا هو انفتاح على العالم، هي سياسة محاور، هذه هي لابد أن تكون هذه هي مرحلة مختلفة في تاريخ السودان بعد فترة من الانغلاق الكبير
والعظيم الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد، على الوضع في السودان. وأنتم الآن تطلقون مصطلحات كبيرة جدا. يا ستي، الذين يقولون بهذا الكلام هم يدفعون في يعني فواتير لجهات خارجية رعتهم لسنين كثيرة في ورشها وفي سفرها في الخارج وفي غامتهم. ما هو بالمقابل يعني كل الأطروحات الداخلية ما في حاجة اسمها التواصل مع العالم. التواصل مع العالم لا يعني أنك يعني تفقد هويتك وتفقد ذاتك. يعني نحن مع التواصل مع العالم وضد أنه نتحول لمجموعة مغاطعة زي ما كان حاصل، لكن ده ممكن يتم بطريقة يعني فيها تقدير وفيها سيادة. ما لازم يتم. وحتى الدول التي فقدت سيادتها تماما وسلمت للخارج، في دول كثيرة حولنا يعني من غير ما أذكر أسماء فاشلة بالكامل، وهي مسلمة بالكامل، مطبعة مع أمريكا، مطبعة مع إسرائيل، علاقاتها مع كل العالم جيدة، وهي الآن في الحضيض من حيث الاقتصاد ومن حيث الأمن ومن حيث أي حاجة. يعني أنتم قيمتم هذه التجربة بالفشل من قبل أن تبدأ. دي أصلاً هي ما تجربة، دي أصلاً هي يعني هو ده إعادة السودان إلى يعني بيت الطاعة الاستعماري مرة أخرى. السودان نعم مر بظروف فيها مغاطعة دولية، لكن كل الناس اللي حضروا الحقبة دي وحضروا الفترة السيئة بتاعت انتقال الثلاثة أربع سنين دي بعد الانفتاح بيعرف إنه الوضع حتى الاقتصادي وحتى الوضع الأمني في السودان كان أفضل بكثير أيام المغاطعة من الآن. طيب، في حال أن فشلت كل الحلول في إنه هي تدار بشكل جيد هذه الأمور من الداخل، من وجهة نظركم أنتم الرافضين لهذه الحلول، ما هي الحلول غير الانتخابات والتوافق وكل الأطروحات التي قلت؟ ما في حل غير انتخابات وغير توافق أصلاً. يعني انت حتتفق مع ابناء شعبك كيف؟ ما اما يتقدموا. يعني انت تعلم الان الساحه السياسيه الان مقسومه الى ثلاثه اجزاء: المكون العسكري، الحريه، والتغيير، الشارع. كل فيهم له مطالبه وله مطلوباته وله شعاراته المختلفه. لم يتفقوا الى الان في دائره واحده حتى يستطيعوا التوافق والحوار والخروج بمخرجات جيده تدار بها البلاد في المستقبل. إذا إلى الآن نحن في حالة بتاعت الدوران في النفق المظلم. نحن يا ستي دي ما أول مرة السودان يمر بثورة وانتقال. السودان مر ب 64 مرة بثورة وانتقال. مرة في 85 بعد الانتفاضة بثورة وانتقال. ظروف البلاد الآن مختلفة. ما في أي ظرف مختلف. المختلف الوحيد إنه كان في زوار الذهب في وقت من الأوقات، إنه كان في أحزاب سياسية محددة مسؤولة. ده كان مختلف. ما في حاجة مختلفة. يعني في النهاية ثورة ثم انتقال ثم انتخابات، ده شيء طبيعي في كل حتة في العالم. لم تؤسس لها بطريقة جيدة. أنت تعلم تماما أن هذه هي الفترة الانتقالية لديها عدد كبير جدا من الأخطاء التي مرت بها ولم تعالج، وأخطاء تعالج بأخطاء أكبر منها. إذا الظروف مختلفة واستثنائية. تمديد الفترة الانتقالية أكثر من مرة، الحلول الاقتصادية غير متاحة، غير موجودة، والآن في حالة بتاعت إرهاصات كبيرة والحالة بتاعت إرهاصات كبيرة جدا. إذا يعني نحن بنحمل كل اللي حصل للسودانيين من بعد الثورة إلى الآن، من 11 أبريل حتى الآن، بنحمله لطرفي الوثيقة الدستورية، لأن الاتفاق الخطأ من أساسه ولسه لا زالوا يحاولوا معالجة الخطأ بالخطأ. بنحمله للحرية والتغيير وللمكون العسكري، المجلس العسكري الانتقالي، وهو يتحمل الوزير الأكبر حتى من الحرية والتغيير، لأنه كان المفترض أنه مباشرة يعلن انتخابات بعد عام واحد ويدعو الأحزاب للتوافق. توافقت أو ما توافقت يجهز البلاد لانتخابات، والمجموعة التي تنال التفويض من الشعب السوداني هي الوحيدة اللي يحق لها أن يسلموها السلطة. طيب، أنت كمجلس أعلى قوات مسلحة ما ممكن تسلم السلطة لأي مكون إلا بانتخابات أو توافق فقط. طيب، قرارات 25 أكتوبر أدخلت البلاد في نفق أيضا مظلم وعادت البلاد لما بعد المربع الأول. نعم، 25 أكتوبر هي يعني هي بتأكد كلامي أنا قلته من شوية، إنه لأن الاتفاق أصلا اتفاق فيه مشاكل أصلا. إذا هذه هي جملة إشكالات في الساحة السياسية. أنا قصدت من حديثي إنه الظروف استثنائية مختلفة. أنت تتحدث عن إنه كل الدول قامت بها ثورات من الطبيعي جدا أن تمر بأزمات وإشكالات واختناقات، لكن نحن الآن في ظروف استثنائية مختلفة. البلاد أيضا هنالك في مناطق فيها نزاعات وخلافات، وأيضا هنالك إشكالات، وأيضا هنالك ولايات ومدن تلوح أيضا بمشاكل قد تحدث في المستقبل. إذا كل هذه الإشكالات وكل هذا الراهن لا يدعو إلى الحلول العاجلة أيا كان هي داخليا أم خارجيا. هل حال البلد يسمح؟
دائما البدايات الصحيحة هي الوحيدة اللي تأتي بنتائج صحيحة. خلاص نحن حتى التاريخ ده البدايات الخطأ السابقة نخليها الآن، لو دعينا نبدأ صحيح يجب أن يتم التوافق ما بين كل المكونات السودانية بتوافق، لازم يحصل توافق مهما كان، والذي يشد على التوافق هو المفروض يكون يستبعد وليس العكس. جايين قلت لك الآن من زيارة لكل أنحاء ولايات كسر ولكل المكونات، طيب، وحضرنا لقاءات لمجموعات كبيرة جدا جدا في 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 كسلة. شرق السودان يمكن كان الفترة فاتت يعني قام بعدد من الإجراءات من الإغلاق وغيره وكذا والتصعيد، صح. السبب هي نفس الأخطاء تمت الفترة فاتت، يعني تم اعتماد مسار سياسي باسم مسار الشرق، وكل المجموعة المكونات الأساسية في شرق السودان هي خارج عنه. دي خلت شرق السودان طيلة الأربع سنين اللي فاتت من ذهاب الإنغاز إلى الآن هو خارج كبنية السلطة بتاعت السودان. يعني أنت عندك ربع السودان هو لا في السيادي لا في الوزراء، لا خارج تماما الدولة. الآن باتفاق جوبا أصبحت النيل الأزرق أيضا في وضع بتاع حكم ذاتي، عندما يعني برضو الوضع الحكم الذاتي ده مكن مجموعة ضد مجموعة، خلق حالة حرب أهلية، ما استطاع مع المركز نفسه أن يغير الحاكم العام إلا بإجراء يعني تغيير للغايد المنطقة العسكرية. هذه الأوضاع المشوهة والحرب في دارفور لم تتوقف، والآن الحرب في جنوب كردفان في لقاوة وغيره، كل هذه الأوضاع حلها في الخرطوم هنا، حل سياسي شامل. طيب أنتم في نداء أهل السودان متهمون بعدم تقديم أي نوع من التنازلات فيما يخص صياغة الدستور الذي جاء من قبل نقابة المحامين الذي لاقى قبول محلي وعالمي، لماذا هذا الاتهام موجه إليكم ولماذا لا تقدمون أي نوع من أنواع التنازلات؟ مش ما قدمنا نوع من التنازلات، نحن نفتكر أنه أصلا هذا الدستور المقدم من نقابة المحامين قبل ما نختلف مع نقاط كثيرة جدا فيه يعني هي متعارضة مع قيم أهل السودان ذاته، لكن ما حخش في تفاصيله. طيب. نحن رافضين من المبدأ نفسه لسببين. السبب الأول نفتكر أنه أي اتفاق دستوري يجب أن يسبق اتفاق سياسي. ليه يسبق اتفاق سياسي؟ عشان تجي النقطة الثانية اللي حقولها، لأن الاتفاق السياسي هو حيحدد المجموعة التي يجب أن يعني يحق لها كتابة الدستور، تكون مفوضة من هذا الاتفاق السياسي. يعني الآن لو حصل اتفاق سياسي بين كل المكونات السياسية السودانية، حينها تنتخب مجموعة سياسية محددة، لجنة بيسموها لجنة صياغة الدستور، هذه اللجنة سياسية بتعتمد على هذا الاتفاق السياسي مع فنيين وقانونيين. لكن لما انت تمشي ما ممكن تمشي بيتكم تولع لمبتك كأنك بتذاكر الامتحان، تكتب لك دستور تقول للشعب السوداني اقروه ودوني رايكم فيه، ما بقراه اصلا، ما بقراه لانه انا اصلا ما ممكن اقرا دستور كاتبه شخص واحد، لازم الدستور ده يتكتب ويعتمد عبر مؤسسات عندها تفويض وعندها مشروعيه الحق في انها تكتب او تصادق. انت لا عندك الحق تكتب لا عندك الحق تصادق اصلا. وصدقيني هذا الدستور حتى اذا تم فرضه على الناس، هذا الدستور سيتم حرقه وتقطيعه في الطرقات حقت الخرطوم دي يوم من الايام، ما حيصمد نهائيا. طيب دعنا نتحدث عن دور الأحزاب الكبيرة، الأحزاب السودانية التي لها وزنها وثقلها السياسي في الشارع وفي السياسة عموما في السودان، الدور الذي مناط به هذه الأحزاب السياسية. كل الأحزاب السياسية السودانية، أنا ناتي قصة كبير وصغير ذاتها ما بقدر أقدر أتكلم عنها، لأنه إحنا عندنا سنين طويلة جدا جدا ما كان في انتخابات، بالمعنى حتى الانتخابات كانت موجودة، يعني كان في سيطرة عليها من حزب المؤتمر الوطني. الآن نحن عندنا أكثر من أربعة، ولو اعتمدناها حتى الأحزاب دي لو اعتمدت الانتخابات ديك فده بأكد إنه ما عندها جماهير، لكن أكيد حيكون رأي من رأيي إنه الانتخابات اللي فاتت ديك ما مكتملة الأركان. طيب نحن دايما نمشي لعملية انتخابية، طيب. حق نقول كل الأحزاب السياسية السودانية هي مطلوب منها إنها ترفض أي اتفاق ثنائي. وأنا يمكن أمس بعد الموكب بتاع الكرامة كان عندي لقاء مع جعفر المرغني، طيب. وتكلمنا انه كان رايي له انه ما تقبلوا اي اتفاق ثنائي، لانه كان في محاوله لتجيير الاتفاق ده بانه يقنع بعض المجموعات من النداء ومن غيره انها توافق على هذا الاتفاق. فقلت له لو قبلتوا هذا الاتفاق الثنائي حيكون الهدف منه الاساسي تمرير هذا الاتفاق، وسيتم التخلي عنكم في اقرب محطه، وبالتالي لانه انتم حترفضوا الاذعان للتدخلات الخارجيه حسب معرفتنا بكم كحزب
طيب ده رايك انت الموجه له؟ ايوه طيب. هو كان رايه انه فعلا ما حيقبل اتفاق ثنائي نهائيا، ومن الصدف انه في ذات الجلسه بعد يعني خلصنا جلستنا مع جعفر مرغني قابلت مبارك الفاضل وهو داخل على جعفر ايضا عنده اللقاء في نفس اليوم، وتحدثنا ايضا في ذات المنحة انه يجب رفض اي اتفاق ثنائي. واليوم يمكن ايضا حزب الامه مبارك الفاضل طلع يعني ستيتمنت بانه هو والاتحادي اتفقوا على دمج المبادرات الاخرى اللي هي كل المبادرات نداء السودان وغيرها والاتحاديه وغيرها يعني، وده بياكد انه كل القوى الوطنيه ماشيه في هذا الاتجاه، انها ما حتقبل انها تكون مردوفه في اتفاق ما عارفه جاي من وين اصلا. نعم. طيب باي حال من الاحوال انتم توعدتم في حال تم الاستمرار في هذه التسويه في التصعيد بشكل او باخر، هل اشركتم الشارع السياسي في هذا التصعيد؟ هل الشارع السوداني على استعداد ان يواصل في التصعيد حال استمر الامر كما انتم تتحدثوا؟ نداء السودان اصلا هو صاحب يعني هي كلامه قال في المنصه هو مثل كل نداء السودان. نداء اهل السودان اصلا هو فيه اغلب او كل مكونات الشعب السوداني. يعني فيه التيار الصوفي هو الذي اطلق المبادره، فيه التيار السلفي، فيه الاحزاب الشبابيه، فيه الكتل الشبابيه، فيه الاحزاب الاسلاميه، هو اصلا نداء اهل السودان اصلا يعني ينتمي له اغلب اهل السودان، فبالتالي هم مهيئين من هذا الموكب، هذا الموكب تم يمكن برساله بتاعت واتس فقط او على الفيسبوك. يمكن كل الناس شافوا الموكب الضخم ده كله ما كان فيه ولا حافله واقفه عشان تنزل الناس، كل الناس دي جات برساله فقط. المره الجايه اذا تم هذا الاتفاق انا متاكد شوارع الخرطوم دي ما حتشيل الناس اصلا. طيب. لمقاومة هذا الاتفاق. الملاحظ انه يعني اي موكب او اي دعوات لاي تظاهرات من قبل 24 ساعه تقوم السلطات بقفل الكباري، باستعمال العنف العنيف جدا، بقطع شبكات الاتصال والانترنت، لماذا لم يحدث معكم هذا؟ لم يحدث ولن يحدث. لماذا؟ لسبب واحد بس، كثير من الناس تكلموا عن هذا الحديث. حاذكر لك عدد من النقاط. نمرة واحد، نحن اخترنا يوم السبت لأنه يوم عشان ما نعطل السودانيين من أداء مهامهم، يوم أصلا عطلة أو شبه عطلة. السبب الثاني، نحن قدمنا للسلطات طلب بأنه نحن طالعين في موكب، كل السلطات شرطة وقيادة المنطقة وغيرها في الولاية، تمام؟ بالتالي الشخص اللي بيقدم طلب بأنه عنده موكب بيكون كاتب اسمه، لو حصل أي حاجة في الموكب ده هو مسؤول، تمام؟ ثلاثة، كل الذين كانوا في الموكب تم تنبيه الناس واصلا هم عارفين، ما في شخص قلع طوبه بلوك واحده او قفل طريق واحد او جدع حجر في سياره واحده. يعني انت تشير، انا اشير لان المواكب الاخرى تنتفي فيها شروط الثلاثه دي كلها. على اي اساس تتحدث ونحن نتحدث عن ثوره سلميه اتسمت بالسلميه والكل شهد لها بسلميه؟ يبقى السلميه دي بمثيل موكبنا حق امس. لا يعني انا اعني بقيه التي يمارس فيها العنف المفرط وتقوم السلطات فيها بقيه. هل العنف المفرط من طرف واحد بس من طرف السلطات ولا في عنف مفرط من طرف المواكب الاخرى؟ لطالما انه يسقط فيها شهداء مع انه هي معناه العنف من طرف واحد. من طرف واحد؟ يعني الطرف بتاع المواكب الاخرى ما قاعدين يغزفوا الشرطه ولا قاعدين يقفلوا الطرقات ولا بيحرقوا ويقفلوا الطرقات باللساتك المحروقه ولا بيعملوا اي حاجه زي كده؟ يعني انت تتحدث، لا عفوا سيدي، لا. يعني انت تشير بشكل واضح انه المواكب الاخرى لا تتسم بالسلميه وهنالك محاولات اختراقات. بالضبط كده، وحاجة أخيرة ومهمة أنا ذكرتها في المواكب يعني حقتنا، إنه نحن أخذنا إذن من السلطات. هل المواكب الأخرى، هل المواكب الأخرى عفوا، هل المواكب الأخرى بتقدم طلبات رسمية باسمها زي نداء أهل السودان للسلطات بإنه أنا طالع بكرة الساعة كده؟ معلش يتم كلامي، عفوا إن هي لا تقدم، عفوا لا تقدم. أنت مفترض في كل العالم، حتى أمريكا لسه هم فرحانين بها وسفيرة لا في بيقعد مع الكيانات حقتهم دي، في دولة لا تستطيع أن تطلع موكب دون أن تحدد الزمان والمكان وزمن التخرج والمسافة التي تتحرك. هل السلطات ستسمح لهم بالخروج مثل ما فعلت معكم؟ أمشي قدم الطلب، لما ما يسمح لك بالطلب أخذ الطلب بتاعك ده. من الذي قال أنهم لم يذهبوا لتقديم طلبات؟ كل السلطات قالت كده، السلطات قالت إنه ما قاعد يقدموا الطلب. السلطات فقط التي قالت، لكن هل هم قالوا؟ لا حيقول منه؟ هل نحن؟ هو ما يقول كده، أنت كطرف ماشي طالع مظاهرة أو طالع موكب امشي قدم طلبك، لما يرفضوه انت تطلع حينها في المؤتمر الصحفي. تبرر العنف اذا، يعني في تطلع. في حال انهم خرجوا من اجل السلميه، من اجل المطالبه بالحقوق المشروعه التي كفلتها القوانين والدساتير. القوانين ما بتكفي لك تطلع من غير اذن.
في اي يعني دوله في العالم. طيب هل السلطات واحد منهم واحد منهم قبل كده مشى حرق الستيك في لندن شفتوه كلكم عملوا فيه شنو؟ يعني احنا نتحدث عن السودان. لا معلش ما في حاجه اسمها السودان، السودان ما دوله، ما دوله في كوكب اخر. الفوضى مختلفة. عشان كده تسوي، عشان كده الفوضى قاعده تحصل في السودان، لان احنا بنقول لا ده السودان، ما في حاجه اسمها ده السودان. السودان يجب ان يلتزم بالقوانين. انا حتى لو مختلف مع السلطه، انا مختلف مع برهان لانه هو بيدعم الحريه والتغيير مثلا، لكن لا باخذ اذن وانا طالع. حتى لو دار اطلع في الموقف ده واسيء اليه ذاته ودار انا اندد بالقوات المسلحه، لا برضه بطلع باذن. واذا ما ادوني الاذن حين عندي الحق انا اطلع، لانه قدمت طلب وتم رفضه. انت لم تخرج في كل المواكب الاخرى التي خرجت في من ابتداء من ثوره ديسمبر حتى سقوط النظام؟ انا طلعت و6 ابريل كنت من الناس الاول مجموعه دخلت القياده العامه. طيب. ومن يوم 11 ابريل ثاني ما مشيت القياده العامه اصلا. ومن يوم 17 اغسطس 2019 انا ضد الحريه والتغيير. انا مع التغيير لكن رافض تماما لقياده الحريه والتغيير للتغيير في السودان. لانه التغيير لما كان بيتحرك في السودان كان بيتحرك بمواكب من تجمع المهنيين. لحد ما تم اضغاط النظام حتى ظهرت الحريه والتغيير. وده تزوير لاراده الشعب السوداني. شكرا جزيلا دكتور فتح الرحمن فضيل، رئيس تحالف قوى الاعلان الوطني وعضو مبادره نداء اهل السودان، سعدنا بك. شكرا جزيلا. فاصل ونعود من جديد الى مع الاحداث، ابقوا معنا.